وزيك دايما بنضرب المثال ده بنقول وقع حجر على ذيل ثعلب فقطع ذيله، الحجر وقع على ذيل الثعلب، فايه اللي حصل للذيل؟ انقطع. فرآه ثعلب آخر فسأله لما قطعت ذيلك؟ بقول له انت قطعت ذيلك ليه؟ كذب عليه، قال له عشان انا كده بشعر بسعادة، انا كده فرحان قوي ان انا ايه الذيل بتاعه يعني ايه مقطوع وكأني طاير في الهواء، يا لها من متعة. شفت كده لما واحد بيكون بيعمل معصية وبيرغب الاخرين فيها يقولوا ده المعصية ده لها متعة، بس انت تعالى بس معانا، بس انت تعالى جرب. فخلاه اقنعه ان هو كمان يقطع ذيله زيه، خلاه وكمان رجع يعمل ايه اما لقاه بقى متعة وفرحان قوي كده بيقول له ده انا حاسس كأني طاير في الهواء، راح جاء هو كمان قطع ذيله زيه. سبحان الله. فلما شعر بألم شديد ولم يجد متعة مثله سأله لما كذبت عليه؟ لأن أصل المعصية ما فيهاش متعة، ده المعصية بيتبعها حسرة وندامة. فهو كذب عليه، قال له أنت كذبت عليا ليه بعد خلتني أقطع ذيلي زيك ده أنا مش حاسس بمتعة ولا حاجة؟ قال له ما تقولش الكلام ده لحد، إن أخبرت الثعالب بألمك لن يقطعوا ذيولهم وسيسخرون منه. لو قلت لحد الكلام ده هنفضل أنا وأنت بس كده اللي إيه اللي منبوذين في القوم كده واحنا بس اللي من غير دي. لا انت ما تقولش الكلام ده لحد واقنع كل اللي تشوفه ان هو يعمل زيك وحاسسه ان انت في سعاده ومرح وسعاده ايه كذب سعاده كذبه يعني. فظلوا يخبرون كل من يجدون بمتعتهم، كل ما قبل واحد يقنعوه بالموضوع ده، فحتى اصبح غالب الثعالب من غير ايه من غير زيول، كلهم من غير زيول. ثم انهم صاروا كلما راوا ثعلبا بزيل سخروا منه. فإذا عم الفساد، ركز في العبارة دي، فإذا عم الفساد زار، فإذا عم الفساد صار الناس يعيرون الصالحين بصلاحهم واتخذهم السفهاء سخرية. هو ده بالظبط كده اللي بيحصل، لدرجة وصلوا الثعالب بوصلوا لدرجة ان اللي يبقى بديل هو ده اللي يقعدوا يضحكوا عليه ويسخروا منه ويضحكوا عليه كده، ده بذيله. هو ده اللي في المجتمع بتاعنا، اللي ملتزم في بشريعة ربنا وملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ايه يقعدوا يتغمزوا عليه ويتلمزوا عليه ويسخروا منه ان هو ايه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ان المجتمع الفاسد اذا لم يجد للمصلحين تهمة عيرهم باجمل ما فيهم. ركز ذلك في قوم لوط، قالوا ايه على سيدنا لوط اللي معاه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة عايزين تكرشوهم وتطلعوهم برا ليه؟ اصل الجماعة دول بيحبوا الطهارة، انهم اناس يتطهرون، ما ينفعش هم اهل نجاسة كلهم ويأتون الذكران من العالمين والكلام ده المعروف في الكس. فازاي الجماعة دول بيحبوا الطهارة كده هيعيشوا في وسطنا؟ سبحان الله. هو ده الحال، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.